إن شاء الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثانية. عندي هنا أول سؤال خاص بالاختيارات. choose اختار the correct answer. الإجابة الصحيحة رقم واحد بيقول هنا when you know up the form، لما أنت إيه ليه form اللي هي الاستمارة. please give it to the secretary، من فضلك اديها للسكرتير. عايز يقوله يعني لما تملى الاستمارة من فضلك اديها للسكرتير. turn off يعني يطفئ او يغلق، يطفئ جهاز يعني او يغلق جهاز. ولا log in يسجل، يسجل دخول. fill in يعني يملأ، fill with يعني يعبئ. طبعا لما تملى استمارة يملأ استمارة اللي هي fill in. when you fill in the form، عندما تملأ الاستمارة. رقم اتنين I like your clothing. نقط you look really smart، انت او انا بحب. هنا طبعا بيقوله you look really smart، انت تبدو انيق جدا. very smart يبقى انت تبدو ايه في نظام اللبس بتاعك. اللبس بتاعك ايه؟ I like your ايه، انا بحب ايه للبس بتاعك. frame اللي هو الاطار، اطار اللبس بتاعك. ولا farm مزرعة. ولا quantity اللي هي الكمية. ولا style اللي هو اسلوب اللبس بتاعك او نمط اللبس بتاعك. يبقى I like your clothing style، بحب اسلوب اللبس بتاعك. you look really smart، انت تبدو انيق جدا. رقم 3 there is an old mouse desk in front of the window. يوجد ديسك يعني مكتب ايه قديم. in front of يعني امام the window، امام الشباك. يبقى الديسك المكتب ده مصنوع من ايه؟ الديسك ده وودن يعني خشبي، مصنوع من الخشب. وولن يعني صوفي، مصنوع يعني من مادة الصوف. ولا جولدن ذهبي، مصنوع من الذهب. ولا ووفن يعني منسوج، مصنوع من النسيج. يبقى there is an old wooden desk، يوجد مكتب خشبي وقديم امام الايه ذا ويندو الشباك. والسؤال رقم 4 could you not in the electric kettle please، عايز يقول له هل ممكن ان انت ايه للغلايه الكهربائيه من فضلك. I want to boil some water، انا عايز ان انا بول يعني يغلي، عايز اغلي بعض من الماء. بويل يغلي. طيب هيقول له ممكن ايه توصل الغلايه الكهربائيه دي، توصلها بالكهرباء. يبقى يوصل بالكهرباء اسمها ايه turn يعني يحول. plug in يعني يوصل بالكهرباء. log in يعني يسجل دخول. charge يعني يشحن. يبقى هيقوله هنا ايه could you plug in the electric kettle please، ممكن ان انت توصل الغلاية الكهربائية دي بالكهرباء من فضلك. رقم 5 today اليوم is an exciting day، ده بيكون exciting day يعني يوم مثير. because we are going to the park، يعني عايز يقول لان احنا هنذهب للبارك اللي هي الحديقه الايه العامه. the antonym of exciting، الانتونيم اللي هو الايه، الانتونيم اللي هو المضاد. يبقى هنا عايزني اجيب المضاد من كلمه exciting يعني مثير. مضاد كلمه exciting ايه؟ interesting يعني شيق، boring ممل، surprising يعني مدهش او مفاجئ، يعني شيء مدهش كده بسبب الدهشة او مفاجئ. ولا amazing يعني مذهل او برضو مدهش. يبقى عندي هنا المضاد والعكس من كلمة exciting شيء مثير، عكسه يبقى شيء boring. boring يعني ممل. بعد كده رقم 6 let's color this picture، عايز يقول هنا ايه هيا نلون هذه الصورة. to get the adjective of color، عشان ان احنا نجيب الادجكتيف، عشان ان احنا نجيب الصفة من كلمة color اللي هو لون او يلون. add the suffix، احنا بنضيف the suffix، بنضيف اللاحقة ايه ionenifuel، طبعا هنقول هنا ايه ملون. يبقى colorful، colorful يعني ايه يعني ملون، colorful ملون. بعد كده عندي هنا السؤال رقم 7 it's getting dark يعني بدأت تظلم. let's switch on the light، هيا بنا switch on يعني يشغل، هيا بنا نشغل ونفتح كده ايه the lights اللي هي الانوار او الاضواء. the synonym of switch off او switch on،
يبقى سينم اللي هو المرادف. المرادف من يشغل او يفتح الانوار، يبقى ايه اللي بيسويها؟ تيرن اون يعني برضو بمعنى يشغل او يفتح، تيرن اوف يعني يطفئ او يغلق، فيلن يعني يملأ استمارة، لوج ان يعني يسجل دخول. يبقى الكلمة اللي بتساوي سويتش اون يشغل حاجة ويفتح حاجة اللي هي تيرن اون، بتساويها في الايه؟ في المعنى. رقم 8 the laptop doesn't start، عايز يقول اللابتوب ما بيشتغلش او ما اشتغلش. then it needs 3 hours to not the battery، بعد كده بيقول هنا ايه؟ هو محتاج 3 ساعات عشان نعمل ايه في البطارية. البطارية هنعملها ايه عشان اللابتوب يشتغل؟ شارج عشان نشحن البطارية، والسيل يعني هنبيعها يبيع، لوج يعني يسجل دخول، ولا بلاج يعني يوصل بالكهرباء. يبقى it needs it اللي هو اللابتوب محتاج 3 hours 3 ساعات to charge the battery، محتاج 3 ساعات عشان تشارج ذا باتري عشان نشحن البطارية. بعد كده رقم 9 بيقول نقط such as oven baskets and other items were on display، عايز يقول هنا ايه؟ عايز يقول ايه اللي such as يعني زي woven baskets اللي هي السلال المنسوجة and other items وكمان العناصر والاجهزة الاخرى were on display اللي هي كانت في الايه؟ معروضة او كانت في العرض. يقصد هنا ايه بقى؟ instructions دي اللي هو او اللي هي التعليمات، والهاند كرافتس دي اللي هو الحرف اليدويه، يقصد بيها الحرف اليدويه السلال المنسوجه والعناصر الاخرى اللي كانت ايه؟ اون ديسبلاي في العرض او معروضه، ولا باتريز اللي هي البطاريات، ولا ستايلز اللي هي الانماط او الاساليب. طبعا هنا يقصد ايه؟ يقصد هاند كرافتس اللي هي الحرف الايه؟ اليدويه. رقم 10 ذا سكن اوف بيبيز از ريلي نوت، الجلد او البشرة بتاعة الاطفال الرضع بتكون ايه؟ جدا soft ناعمة ولينة جدا، hard يعني صلبة وصعبة جدا، ugly يعني قبيحة بشرتهم قبيحة، ولا rough يعني خشنة. طبعا بشرتهم بتكون soft يعني ايه؟ soft يعني ناعم. رقم 11 بيقول هنا you are an amazing art not keep drawing beautiful pictures، عايز يقول هنا you are an amazing، عايز يقول له انت فنان مذهل ومدهش. keep drawing يعني استمر في رسم الصور الجميلة، عايز اقول فنان، عايز بقى اكمل هعمل ايه بقى؟ هجيب ال I-S-T-A-N-T-A-L-I-N-G طبعا artist، artist اللي هو الفنان، هضيف ال I-S-T مع ال art هتبقى artist يعني فنان او رسام مذهل. رقم 12 do you know how to log in the computer، تعرف ازاي ان انت log in تسجل الدخول على الكمبيوتر؟ كلمة log in is similar in meaning، كلمة log in اللي هي يسجل الدخول، is similar in meaning يعني بتتشابه في المعنى، بتتشابه في المعنى يعني بتساوي في المعنى كلمة ايه؟ log in اللي بيسويها ايه؟ log out يعني يسجل خروج، وكده يبقى هي العكس منها. ساين اوت برضو يسجل خروج، الاثنين بنفس المعنى. ساين ان يعني يسجل دخول، تيرن اوف يعني يطفئ او يغلق مثلا جهاز او يطفئ الانوار. يبقى عندي هنا اللي بتساوي لوج ان اللي هي يسجل دخول، وهي ايه؟ ساين ان، بتساويها في المعنى. عندنا السؤال رقم 13 it's important to update your note، مهم جدا ان انت update يعني تحدث، مهم ان انت تحدث ايه؟ every 3 months كل 3 شهور at least، على الاقل على الاقل كل 3 شهور تحدث ايه بقى؟ leaf اللي هي ورقة الشجر، ولا password اللي هي كلمة المرور، ولا shell اللي هي الصدفة، ولا battery اللي هي البطارية. يبقى هتحدث ايه؟ بتحدث كلمة المرور للأمام بتاع حسابك. يبقى it's important to update your password، مهم جدا ان انت تحدث كلمة المرور. رقم 14 to get the noun of congratulate، عشان احنا نجيب الاسم
من congratulate يعني يهنئ. هنعمل ايه بقى؟ وي اد، احنا بقى بنضيف ذا suffix، بنضيف اللاحقه، يعني حروف كده ايه في الاخر انا هضيفها، ال اي اس اس اي او ان اف يو ال اي اس تي، طبعا هتبقى congratulations. congratulations يعني تهانينا، يبقى هنضيف الاي او ان عشان تبقى بمعنى تهانينا او مبروك، congratulations. رقم 15، we need to not our house for the birthday party. احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه للبيت بتاعنا لحفل عيد الميلاد. هنعمل ايه في البيت في مناسبة عيد الميلاد؟ decorate يعني يزين، محتاجين نزين البيت، charge ولا نشحنه، ولا imagine يعني يتخيل، ولا complete يعني يكمل. محتاجين ان احنا decorate our house، نزين البيت بتاعنا. جايب للصفحة اللي بعد كده صفحة 84، بيقول هنا read and complete، اقرأ واكمل the text، النص. بيجيب لي 6 كلمات، بقرأ الكلمات دي كويس جدا واترجمهم واختار منهم فقط 4 كلمات بوظفهم داخل النقاط او الفراغات في القطع بتاعتنا. شوف كده الكلمات، bags يعني حقائب، shells اللي هو الصدف او الاصداف، better يعني افضل، artists اللي هم الفنانين، carpets السجاد، best الافضل. شوف كده ايه الكلمات اللي احنا هناخدها ونوظفها داخل النقاط. Egyptian handcrafts، الصناعات اليدوية المصرية، are very famous around the world، بتكون مشهورة حول العالم. Egyptian نقط، make different beautiful things، من المصريين بيصنعوا اشياء جميلة ومختلفة، طبعا الفنانين المصريين، يبقى Egyptian artists اللي هم الفنانين المصريين، artists الفنانين. بيكملي بيقول لي they make jewelry boxes، هما بيصنعوا الصناديق بتاعه المجوهرات، decorated with، بتكون مزينه بايه بقى؟ مزينه بشيلز، شيلز الصدف. they also make high quality leather knot، هما كمان بيصنعوا ايه؟ بيكون مصنوع من الجلد وجودته عاليه، طبعا يقصد باجز، باجز اللي هي الحقائب. These products، هذه المنتجات، are بتكون the نقط quality all over the world، بتكون عايز يقول بأفضل quality، بأفضل جودة في العالم كله. عندي the، حط عين عليها، دي دليل ان جملتي فيها تفضيل. طيب هنختار the better ولا the best؟ طبعا the best quality، بتكون بأفضل جودة، يبقى طالما تفضيل بختار best، لكن لو مقارنة كنت اخترت better. بيكمل هنا بيقول لي a lot of people everywhere، كتير من الناس في كل مكان، are interested in buying them، مهتمه بشرائها، شراء اللي هي الايه، الحرف او اللي هي المصنوعات اليدويه. بعد كده السؤال الخاص بالاختيارات، بيقول لي هنا ايه، ورقم 1 هنا في سؤال الاختيارات بيقول لي هنا to turn off means، turn off يعني يغلق او يطفئ، معناها يطفئ او يغلق مثلا جهاز. means معناها to not working، ان هو يعمل ايه عن العمل، play يعني يلعب او يعزف، have يعني يتناول او يمتلك، ولا start يعني يبدأ في العمل، ولا stop يعني يتوقف عن العمل. ان انا اطفئ الشيء او اغلق هذا الشيء، معنى كده ان هو ايه، stop working، ان هو بيتوقف عن العمل. رقم 2، we add the suffix، احنا بنضيف the suffix، بنضيف اللاحقة ايه، to turn the word wood، عشان نحنا نحول كلمة wood اللي هي الخشب into an adjective، هنخليها بقى ايه، هنخليها صفة، هنحولها لصفة، هنضيف ال en l y i a n f u l، طبعا عايزين نقول wooden، wooden خشبي، يبقى هنضيف ال en على wood الخشب عشان تبقى wooden بمعنى خشبي، يعني حاجة مصنوعة من الخشب. رقم 3، they put colorful paper and balloons on the walls، عايز يقول هم وضعوا الورق الملون، حطوا كده ورق ملون وكمان البالونات، حطوها على الايه، على الجدران او على الحوائط. they put the walls، يبقى هم عملوا ايه في الجدران، decorated يعني زينوا الجدران، painted ولا كده دهنوها،
شارجد ولا شحنوها ولا imagined يعني ايه تخيلة. يبقى معنى كده ان هما decorated the walls زينوا الجدران. رقم 5 نقاط are objects made by a person in a traditional way. يا ترى ايه هي الاشياء اللي مصنوعة بواسطة شخص ما بطريقة traditional، بطريقة ايه؟ بطريقة تقليدية. such as زي baskets السلال، بولز الاوعية، etc الى اخره. يقصد هنا ايه بقى؟ شيلز اللي هو الصدف، هو اللي بيكون مصنوع كده بطرق تقليدية، ولا باسورد اللي هي كلمة المرور، ولا هاند كرافتس اللي هي الحرف او الصناعات اليدوية، ولا تشينجز اللي هي الايه التغير او يتغير. طبعا يقصد هنا ايه؟ يقصد هنا ده تعريف الهاند كرافتس الحرف اليدوية. دي بتكون اوبجكتس الاشياء اللي بتكون او بتصنع بواسطة شخص ما in a traditional way بطريقة تقليدية، زي باسكتس السلال، وكمان زي بولز اللي هي الاوعية او السلطانيات. رقم 6 my class did research. الفصل بتاعي قام بعمل بحث about our community needs عن الاحتياجات بتاعة المجتمع. قعد يعمل كده بحث عن احتياجات المجتمع بتاعنا. The results were really amazing. عايز يقول النتائج بقى، نتائج البحث اللي اتعمل ده كانت مدهشة جدا. عايز بقى نصحح الكلمة دي، amazing يعني يدهش او يذهل. احنا بقى عايزين نقول ايه؟ عايزين صفة، عايزين نقول مذهلة او مدهشة. To correct the underlined word at the suffix. عشان نصحح الكلمة اللي تحتها خط دي احنا بنضيف اللاحقة ايه؟ حروف كده ايه في الاخر هنا هضيفها وصحح الكلمة. ing amtedness طبعا بضيف ال ing عشان يبقى amazing بمعنى مذهل او ايه او مدهش. كده جبت منها الايه او كده كتبتها بالشكل الصحيح، جبت منها الصفة. رقم 7 the computer isn't working. كمبيوتر مش شغال. is it not in عايز يقول يعني طب هو متوصل بالكهرباء. plugged in يعني ايه؟ موصل بالكهرباء او تم توصيله بالكهرباء. passed بمعنى نجح او مر او اجتاز. logged يعني ايه؟ logged in اللي سجل الدخول لموقع يعني الكتروني، ولا planted زرعة. طبعا عايز يقول هنا ايه؟ الكمبيوتر اللي يعمل هو متوصل بالكهرباء. is it plugged in. plugged in يعني هل هو موصل او تم توصيله بالكهرباء. رقم 8 the word exciting has the same meaning as not. كلمة exciting يعني مثير، لها the same meaning يعني لها نفس المعنى، لها نفس المعنى من كلمة ايه. ايه بقى اللي بيساويها في المعنى؟ عندي boring يعني ممل، worrying يعني مقلق، ولا terrible يعني فظيع، ولا interesting يعني شيق. طبعا عندي هنا الكلمة اللي بتساوي exciting شيء مثير، وهي اللي هي كلمة interesting يعني شيق، بتساويها في الايه في المعنى. والسؤال رقم 9 the suffix not forms an adjective of the word tradition. عايز يقول اللاحقة ايه بقى، يعني حروف ايه اللي هحطها في الاخر بتكون الصفة من كلمة tradition اللي هو تقليد، بتكون الصفة من كلمة تقليد. L E A L L Y A B L E طبعا عايزين نقول traditional. traditional يعني تقليدي، يبقى هنضيف ال A L هنحولها الى الصفة اللي هي تقليدي. رقم 10 you must fill in this form. لازم ان انت تملا هذه الايه فورم اللي هي الاستمارة. this means that you must not it. يبقى انا عايزة بقى كلمة بتساوي fill، بيقولوا انت لازم تملا الاستمارة، معناها ان انت لازم تعمل ايه؟ compare يعني يقارن، compete ينافس، repeat يردد ويكرر، ولا complete يكمل او يكمل. لازم ان انت تكمل الاستمارة، تكمل الفراغات والبيانات اللي فيها دي عشان تبقى جاهز. رقم 11 the coach instructed the players. المدرب امر اللاعبين to follow his tactics يعني ان هم يتبعوا التكتيكات والحاجات الفنية بتاعته seriously بجدية. we can change the verb instruct. نقدر نحول الفعل instruct into a noun، نخليه ايه؟ نخليه اسم. by adding the suffix بإضافة اللاحقة ايه؟ انا عندي هنا الفعل instruct اللي هو بمعنى يأمر، عايزين نحوله ونخليه ايه؟ اسم.
يبقى هنضيف ال a t i o n i o n m e n t i t y. يبقى عايزين نقول instruction. instruction يعني ايه؟ يبقى هنضيف ال i o n عشان تبقى instruction اللي هو امر. رقم 12 sending letters is our annual means of communications. ارسال الخطابات دي بتكون احد الوسائل ايه للتواصل. ارسال الخطابات طبعا دي احد الوسائل التقليدية للتواصل. up to date يعني يحدث او حديث. online عبر الانترنت هنرسل خطابات عبر الانترنت. ولا modern يعني حديث. ارسال الخطابات ده شيء حديث. ولا tradition ده شيء تقليدي. طبعا بيكون شيء تقليدي ارسال الخطابات احد وسائل التواصل traditional التقليدية. يبقى a traditional means احد الوسائل التقليدية. بعتذر عندنا هنا بس السؤال ده احنا قلنا بس نسيت ان انا احدد على الاجابة. he switched on the mobile. هو بيكون او يعني انا نسيت ان انا اقوله. he switched on the mobile. switched on يعني هو شغل الايه؟ هو شغل المحمول او فتحه. this means ده معناه he not on the mobile. معناه ايه بقى؟ يبقى انا عايزة كلمة switched on شغل او فتح. بتسويها ايه on؟ turn it on برضو بمعنى شغل او فتح. lost يعني خسرة او فقدة. broke يعني كسرة. bought يعني اشترى. يبقى اللي بتساوي switch it on شغل حاجة هي turn it on برضو بمعنى شغل. شوف الصفحة اللي بعد كده. جاي اللي بعد كده صفحة 87 وبيقول لي هنا language exercises تدريبات على الجزء الخاص باللغويات. بيكلمنا عن زمن الماضي البسيط. وزمن الماضي البسيط بيتكون من اي فاعل بيجي لي بعد منه التصريف الثاني للفعل. الفعل والتصريف الثاني فعل في حالة الإثبات. وفي حالة النفي بجيب didn't زائد الانفينيتيف زائد المصدر بتاع الفعل. بجيب didn't والمصدر. جايب لي هنا بقى language exercise تدريبات على اللغويات. complete the sentences كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word or words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الايه الأقواس. السؤال رقم واحد last year العام الماضي. I not my holiday in Hurghada. أنا قضيت الأجازة بتاعتي في الغردقة. last year العام الماضي دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. وزمن الماضي البسيط مع أي فاعل بجيب التصريف الثاني للفعل. وspend من الأفعال الغير منتظمة بيبقى في الماضي بتاعها أو التصريف الثاني بتاعها spent. spent يعني قضى. رقم اتنين هي نقط a beautiful picture last week. عايز يقول هو دهن أو لون صورة جميلة last week الأسبوع الماضي. من الكلمات الدالة على الماضي البسيط مع أي فعل التصريف الثاني للفعل. الفعل بتاعي اللي هو paint. paint يعني يدهن أو يلون من الأفعال المنتظمة. عشان أجيب الماضي منه بضيف الإي والدي يبقى painted دهنة أو لونة. السؤال الثالث بيقول هنا هو did you not at the park yesterday. يعني مين اللي أنت قابلته في الحديقة yesterday بالأمس. من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. من الكلمات الدالة على الماضي البسيط تكوين السؤال. هذه أول حاجة عندي كلمة الاستفهام بعد كده الفعل المساعد did في الماضي. رقم ثلاثة الفعل مع did لابد أن يأتي الفعل في المصدر. رقم أربعة الفعل في المصدر يبقى هو did you meet يعني من إيه من قابلت. رقم أربعة عادل نقط the tennis competition last week. عايز يقول عادل لم يفز بمسابقة التنس. مفازش بالمسابقة بتاعة التنس last week الأسبوع الماضي. من كلمات الدالة على الماضي البسيط. عايز أنفي في الماضي بنفي بديدن والمصدر. يبقى ديدن والمصدر وين. يبقى ديدن وين لم يفوز. ديدن وين يعني لم إيه لم يفوز. رقم خمسة they not late for school yesterday. عايز يعني يقول هما ما كانوش متأخرين for school على المدرسة yesterday بالأمس. yesterday من الكلمات الدالة على الماضي. وعندي they جمع الفاعل بتاعي بحدده جمع. هياخد ايه
verb to be. في الماضي هياخد was ولا هياخد where؟ طبعا في الماضي هياخد where، يبقى they were late، هم كانوا متأخرين for school على المدرسة yesterday بالأمس. بعد كده رقم 5 they built a sand castle at the beach and not in the waves. عايز يقول لي هنا they built يعني بنى، هم بنوا قلعة رملية أو قلعة من الرمال على الشاطئ، ولعبوا in the waves، لعبوا في الايه؟ في الأمواج. عندي and ما بتغيرش الزمن، الزمن اللي قبلها نفسه هو الزمن اللي بعدها، الزمن اللي قبلها ماضي بسيط they built، هما بنوا، يبقى اللي بعدها برضو ماضي، يبقى أنا عايزة التصريف الثاني من play، التصريف الثاني من play وهو played، إن هو من الأفعال الريجولر، الأفعال المنتظمة، played يعني لعبوا. رقم 7 they didn't not their time at the cinema yesterday، هم لم يستمتعوا بوقتهم في السينما بالأمس، من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. عندي هنا جايب لي الجملة بتاعت منفية they didn't، بعدها على طول لابد أن يأتي الفعل في المصدر، بحذف ال ing ورجع الفعل الأصله، أرجع الفعل لمصدره enjoy يعني يستمتع. رقم 8 للسير العام الماضي، من الكلمات الدالة على الماضي البسيط I know at a good swimmer، عايز يقول العام الماضي أنا ما كنتش سباح جيد، يبقى عايز أقول لم أكن سباح جيد. يبقى عندي هنا I أصلا بتاخد إيه من verb to be في الماضي؟ بتاخد was. طب هو أصلا عايزها منفية يبقى was not، طب عايزها نختصرها هتبقى wasn't، يبقى I wasn't a good swimmer، أنا لم أكن سباح ماهر. رقم 9 what did you not 4 years ago، عايز يقول يعني ايه اللي انت قررته منذ 4 سنوات. كلمة ago بمعنى منذ، من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. جايب لي هنا كلمة الاستفهام رقم 1، رقم 2 الفعل المساعد did، لان سؤالي في الماضي، رقم 3 الفاعل، بعد كده رقم 4 لابد ان يأتي الفعل في المصدر، الفعل في المصدر decide، هحذف فقط الدي decide، decide يعني ايه؟ decide يعني يقرر. رقم 4 did he not in front of the sports center، عايز يقول يعني هل هو بيتوقف او واقف in front of، امام the sports center، المركز الرياضي sports center، عايزين نقول يعني هل هو واقف قدام المركز الرياضي. did والفاعل بسأل بهل في الماضي، بديد والفاعل والمصدر، المصدر يبقى احذف البي لان ضعفها لما جاب لي في الماضي، وبعد كده بحذف الاي دي، هرجع الفعل لمصدره، الفعل الاصلي وهو ستوب، ستوب يعني يقف، هل هو واقف او كان واقف يعني قدام المركز الرياضي، ستوب يعني يقف او يتوقف. رقم 11 my parents not at the hospital yesterday because my mom didn't feel well، عايز يقول والدي كانوا في المستشفى yesterday بالامس، ليه؟ because my mom، لان مامتي didn't feel well، لم تشعر بان هي بخير. my parents والدي، عايز اقول هنا كانوا في المستشفى، my parents الوالدين جمع، هياخدوا ايه من verb to be؟ هياخدوا are او where. طب انا اصلا جملتي في الماضي بوجود كلمة yesterday هتبقى where، where ليه؟ خدت where ليه؟ لان انا عندي my parents جمع وعندي جملتي ماضي. رقم 12 we not ice cream last dinner، عايز يقول احنا تناولنا الايس كريم last dinner العشاء الماضي، كلمة last من الكلمات الدالة على الماضي البسيط مع we، لابد ان نأتي بالتصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني من have وهو had بمعنى تناول. رقم 13 my cousins and I went to the mall and not a lot of things، عايز يقول هنا ولاد عمي وانا ذهبنا الى السوق التجاري and not a lot of things، واشترنا اشياء كتير. عندي and ما بتغيرش الزمن، اللي قبلها ماضي بسيط went to، وبرده اللي بعدها هيبقى ماضي بسيط. انا عايزه كده التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني من buy وهو bought، هو من الافعال غير منتظم، هيبقى bought يعني اشترى. رقم 14 كمال نقط his cousin to his wedding last month، كمال لم يدعو ولم يعزم ابن عمه على حفل الزفاف last month الشهر الماضي، من الكلمات الدالة على
الماضي البسيط. عايز انفي في الماضي بنفي ب didn't والمصدر، يبقى didn't invite، لم يدعو او لم يعزم. رقم 15، not your brother study all his lesson last week. عايز يقول يعني هل اخوك بيذاكر او بيدرس كل الحصص وكل الدروس بتاعته في last weekend، في عطلة نهاية الاسبوع الماضية، جملتي في الماضي. وعندي هنا ابص الاقي عندي الفعل في المصدر، الفعل في المصدر، يبقى اسأل في الماضي بديد والفعل والمصدر. did your brother study، هل اخوك بيدرس او بيذاكر، يبقى did معنى هل في الماضي. والسؤال رقم 16، my father not to be a champion when he was young. بابايا اراد ان هو يكون a champion، اراد ان هو يكون بطل. when he was young، عندما كان صغير. when he was young، عندما كان صغير، من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، يبقى my father، عايزين الفعل بقى، يبقى عايزين التصريف الثاني من want، هتبقى ايه من الافعال المنتظمة، هيبقى wanted ارادة. رقم 17، للسير العام الماضي، من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، I not Alexandria، عايز يقول أنا لم أزور الأسكندرية. عايز أنفي في الماضي بنفي ب didn't والمصدر، يبقى didn't visit. I didn't visit، أنا لم أزور Alexandria. رقم 18، I got a visa and not to London last Friday، عايز يقول أنا حصلت على الفيزا وسافرت طيرانا او جوا للندن لاست فرايدي، الجمعة الماضي. عندي انت ما بتغيرش الزمن، الزمن اللي قبلها ماضي بسيط، يبقى اللي بعدها ماضي بسيط. اذا انا عايزة التصريف التاني من فلاي، وهو فلو. فلو يعني ايه؟ سافرة، سافرة جوا، يعني سافر بالطيارة او جوا للندن. رقم 19، we not our science project last week، عايز يقول احنا خلصنا وانهينا مشروع مادة العلوم الخاص بينا last week، الاسبوع الماضي، من كلمات الدالة على الماضي البسيط، يبقى مع وي او مع اي فعل، التصريف الثاني للفعل. عندي هنا finish من الافعال اللي هي المنتظمة، عشان اجيب التصريف الثاني منها هتبقى finished يعني انتهى، يبقى هنا فعل منتظم بضيف له الاي والدي لو هو مش منتهي بالاي. رقم 20، columns، عايز يعني هنا يقصد كريستوف كولومبس، او هنا اللي هو مكتشف الامريكتين. نقط ان امريكا ان 1492، عايز يقول هنا وصل لامريكا في سنة 1492. طالما هو جايب لي ان زائد سنة ماضية، ان زائد سنة ماضية، يبقى كده جملتي ماضي بسيط، جملتي ماضي بسيط مع اي فاعل، عايزين التصريف التاني للفعل. الرايف دي من الافعال المنتظمة، بكتب كده الفعل زي ما هو وبينتهي بالايه، بضيف له فقط حرف الايه، حرف الدي، الرايف دي يعني وصلها.